صباح الخير، صباح الحب، صباح السعادة، وصباح شروق الشمس وغروب الشمس وكل شيء، وكاع داكشي الزوين وكاع داكشي الخايب. أول حاجة، دابا 7 ديال العشية، أنا فقت مع 6 ديال العشية، ولكن غنشرح لكم الأسباب علاش. كنت وعدتكم في آخر فيديو أنني إن شاء الله غادي نصور لكم واحد الفلوغ اللي غادي نوريكم فيه السونتر، وغادي نوري فيكم نوريكم بزاف ديال الحوايج. للأسف الشديد أنني ما فقت 6 ديال العشية، ودابا قريب تهبط الشمس وغادي يجي الليل، ما غيبان لكم والو. مع ذلك غادي نصور لكم شي حاجه دابا تشوفوا، ونصور لكم ان شاء الله من بعد ما يطيح الظلام. علاش؟ انا كنخدم على واحد الفيلم ان شاء الله اللي كنتمنى انه ينال اعجابكم، ومتاكده انه غيحمر لكم وجهكم، حيت شي حاجه طوب هذه المره وشي حاجه اللي مؤثره. فلذلك بقينا سهرانين حتى الوحده ديال النهار وانا كنصور في الفيلم ديالي. تسنى واحد الفيلم ان شاء الله غادي يكون زوين بزاف، مصوره انا وماما ومجدة، شي حاجه واعره ان شاء الله، وكنتمنى انها تنال اعجابكم. هادشي علاش ما لقيتش كندير دابا حتى نصور لكم، بقى ليا من الله الطويله. باقي غدا، باقي بعد غدا، باقي بعد غدا عار ما نصور لكم فلوغات. هنا هذا مكان. دابا بابا يلا مشى يتقدى لينا شي حاجه غير باش نصيبوا الفطور، حيت ماما سخفات شويه، مشى شويه بزاف مسكينه، وما قدتش مشي الكارفور تقدى هي وماجدة وداكشي. مشى بابا دغيا يخطف يشري شي حاجه ويجيبها نعديو باش ما كان طلوع الفطور ونمشيو نتقدى. هذا مكان، نوريكم هنا الاجواء كي دايره، وتبارك الله كتسمعوا العصافير تزغزغ، تحيد هي الدبانه تزغزغ. يلا نوريكم الاجواء كيف كتشوفوا. عرفتي تبارك الله يا البنات، مشاهيتكم في هذه الخضوريه، عارفاكم تهاوشتوا دابا، انا راه كنت تهاوش على الخضوريه، اجواء زوينه. والى غيبان لكم تغيير هنا ما بين البارح واليوم، لحقاش بدلنا الدار. كيف كتشوفوا دابا حدانا الباركينج، الدار اللي كنا فيها البارح كانت اللور، بدلناها مع ديك الجوج ديال النهار. فيقتني ماما من النعاس وقالت لي راه تحولنا من الدار، اجي نمشيو للدار الاخرى. علاش؟ نقول لكم، حنا دابا تحولنا من الدار شي 3 فوا دابا، من البارح اليوم 3 المرات وحنا كنتبدلوا. سقكم بعدا، سقكم وين تبدلوا ولا من تبدلوش. دخلت تاكل الكرموز هبط، ما عاد شنو هادي كيقولوا. لا كنضحك معاكم. صافي هذا ما كان. علاش بدلنا الدار؟ اول ما دخلنا لواحد الدار ما عجبتناش الاطلاله ديال البالكون، كانت كطل بعيده يعني ماشي حدا لابيسين. ملي مشينا للدار الثانيه، الدار الثانيه قريبه لابيسين واطلاله ديالها غزاله كطل على حديقه بحال هكا زوينه وداك الشيء. المشكل اللي لقينا فيها دابا كتشوفوني دابا كتشوفوني لابسه نفس الكسوه ديال اخر فلوغ. صراحه ما كنتش بغيت نلبسها، باش ما نبانش لابسه نفس الحاجه في ظرف يومين، اتملوا مني. لبستها غير مثلت واحد اللقطه مع مجدة، مع تمجدة حتى هي كتصور لكم واحد الفيلم واعر، تسناو ان شاء الله قريبا. لذلك اضطرت انني نلبس بالضبط هذه الكسوه، حتى هي قالت لي لبسيها كنزه جاتك زوينه. هذا ما كان دابا غادي نتسناو بابا باش نغلقوا شويه، عجبني الجوع.
بابا يطلع جا دابا من تسخار، شاب باتيسري، جاب شي حاجه لنا وصافي. جاب داك صافي، ها هي صافي. دابا غادي نستف هادو. العصير حطيته في الثلاجه يبرد واحد شويه، هو جبلي وفرماج حمر، داكشي اللي غادي نفطروا به ان شاء الله حطيتهم يتكلاصا. وتما دابا نشوف شنو جايب. والله ما عرفت شنو جايب لنا، ولكن كاين واحد الباتيسري تصوروا البنات الا كنفرح ملي كنجي لمراكش، عارفين مضروب على كرشي. علاش؟ على قبل واحد الباتيسري كاين هنا مقابل مع المحل. بابا بغيت نسولكم عا حنا شنو سميت البلاصه اللي حنا فيها، حيت نسيت. حنا البلاصه اللي كاينين فيها دابا اللي كنسافروا ليه كنجيو مراكش تارقه. وكاين في تارقه واحد الباتيسري مقابل مع لي سونتر، هاد جا اصلا كل فيلات وكاينين لي سونتر هما اللي هادو حنا فيهم. كاين مقابل معاهم واحد الباتيسري البنات واعر. شنو واعر؟ شنو سميتو؟ ازغار. ازغار ازغار واحد الباتيسري خطير، ديما كنجي عندو وكندي من عندو داكشي باش نفطر. عندو شي حاجه طوب صراحه مزيان. نيت بابا جاب شي حاجه زوينه، جاب هاد الكيكات هادو بحال هكا نحطهم. عتي دابو خاصهم شويه ديال الثلاجه. شوكولا كاع دار ماما. عتي البيض ناقص عليه بزاف، كيبقى يفور. صافي ستفت هادو بان ليا خاصهم شويه ديال الثلاجه. تنشوف باش غادي نماكي. ما غاديش ندير بزاف ديال الماكياج، فون دو تان كر، شي نحك سناني بعدا حكا ما حكيتهمش صافي. وشي حاجه خفيفه الشفران قربو يطيروا، ملي غادي يطيروا غادي نولي خايبه. دونك نستغل الفرصه ما حدي زوينه وندير ماكياج خفيف حتى الا خيابيت وطارو الشفران بقى ماكل 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 طلس. لما دابا الشفران كندير شويه ديال الماكياج وكنبان فيه الانوثه وداكشي وداكشي. ايوا صافي غنوض بعدا نحك سناني هما الاولين نسيتهم عاد نجي الماكي.
يلاه وجدت راسي، يلاه ساليت. وصراحه عجبني هذا المكياج سموكي، وجا مع هذا اللون ديال لي لونتي ديامون. وكيف العاده راك عارفه منين كناخذو من عند فيفا لوك، ما بقيتش نحتاج نقولها حيت كلكم وليتو عارفين منين كناخذو. على الباج ديال فيفا لوك هنا، دخلوا عندهم الانستغرام ديالهم صافي. حجباني ما طراسيتهمش، شويكيك من هنا، حيت هنا بدا كيتمحى ليا، اما من هنا ما قربتش ليهم، خليتهم هما هذاك. الماكياج راه سامبل بزاف وبارد، غير اللي كيبينو ثقيل شويه او بالاحرى بزاف هو هاد السموكي اللي درت هنا كحل، اما هو راه بارد كيف كتشوفوا، راه كرتا هو بارد. ماشي مشكل نهائي، احنا مسافرين دابا نفوجو شويه ونبدلو الجو. يلا نخرجوا. هنا صافي، من تما نمشي نضرب دوايا تما في لابيسين. هاد لابيسين حالف ما نشوفو ولا نعوم فيه ولا نطل عليه. انا عاش كنبقى لكم لابيسين لابيسين. دابا ديك البلاصه كلها طوابل وفيها واحد القهوه كيجلسوا فيها الناس وكيجمعوا، يعني كاع الناس اللي شادين في داك السونتر كيتجمعوا تمايا. شفت كنبقى لكم نمشي حدا لابيسين وتما. وبغينا نمشيو للحانوت محشمتيش، بغينا نمشيو للحانوت ولكن لقينا الحانوت ساد كيسد بكري هذاك اللي لداخل في السونتر. وجينا دابا، جيت مع اختي مجدة هنا متسخر الحانوت صافي، ومن تما غنرجعو. يلا خليكم معايا. المهم حنا دابا يلا وصلنا، مجدة مشات للدار وانا مشيت بدلت غير كلاكيطه، عرقاتني في رجلي ديك الصنداله ولبست كلاكيطه وجيت هنا للقهوه جلست شويه. لقيت خويا نيت جالس هنا وتا بابا كيدور هنا. بالنسبه للناس الدنيا معمراش، يعني كاين جوست واحد ديال الناس صافي كاسين شويه الدراري صغار، يمكنش بزاف ديال الناس. السونتر باقي خاوي حيت كيكون رمضان الناس ما كيسافروش فيه بزاف، ولكن دابا دوز شي يومين ثلاث ايام يبداو يدخلوا الناس، لحقاش الناس يلاه كتبدا تسافر دابا مع العيد وداكشي. هذا ما كان مجدة جات عندنا، ها مجدة، وحاليا كنستعدوا للتغناج. دوره الحبيبه ويلي ما شتكش حبيبه، انا شاد التليفون كامل كيسحب ليا غير حاطه. المهم حنا كنستعدوا للتغناج دابا ديال مجدة، ماشي ديالي انا، انا فيلم قربت نكمل، بقى لي لقطه غادي نصورها دابا. يلا خليكم معي. شوفوا الدنيا كي خاويه، حنا دابا راجعين للدار، الدنيا كتصفر ولكن الجو غزال يا البنات. احنا دارنا كاينه لهيها، احنا غاديين كاين الظلام اصلا. دابا شي جوج قل 25 دخلوا نتسحروا، اصلا ما كاين ما يدار تمايا في القهوه وداكشي على الملل. الدنيا خاويه المره، مول فين كنجيو الدنيا عامره. ما خرجتكمش اليوم، ما خرجناش، مشينا لتا بلاصه، بقينا غير في الكلوب. حتى الغدا ان شاء الله غادي يجي خويا عبد الغفور يجي عندنا، عاد ديك الساعه غادي نخرجوا، ديك الساعه غادي نخرجوا وندورو نتفججوا. صباح هادي وبالاحرى 6:30 ديال الصباح، بقى ما نعستش. علاش؟ حيت كنت كنصور، بقات لي لقطه من الفيلم اللي وعدتكم به واللي قلت لكم انني كنصوره لكم. ما عرفتش واش قلتها لكم في هذا الفلوغ، قلتها لكم. صورت واحد اللقطه وصورت مع اختي الفيلم اللي غادي تحط لكم حتى هي ان شاء الله في القناه ديالها، بحر بالسلينه
بقى لينا واحد اللقطه تاع العشيه ونصوروها، وصراحه عييت وطحطحت 6:30 هادي وبقى ما نعستش وما كرهتش دابا، عرفتي نغمض عيني وضحكه، ولكن باقي لي هاد الفيديو غير خاصني نمونطيه باش نحطو لكم اليوم ان شاء الله. لحقاش وعدتكم انني ان شاء الله ما بقيتش غادي نغبر عليكم هاد الايام كامله، غنشارك معكم يومياتي. دونك كيف ما كتشوفوا اليوم عاوتاني ما درنا والو، انا متاسفه جدا جدا، ولكن ما توقعناش ان سونتخ يكون خاوي بحال هكا، وعاد زيدو مع التورناج كنحاولوا اننا نصوروا لكم شي حاجه اللي ان شاء الله تنال اعجابكم. فكيف كتشوفوا بسبب ديك الحاجه او بسبب داك الفيلم ما فقدت 3، يعني ما بقاش لي الوقت فين نصور لكم او ندير لكم جوله في السونتر اللي انا فيه. فصافي هذا ما كان، غدا ان شاء الله يعني الفيديو ديال غدا غيكون واعر. حقاش عبد الغفور غادي يجي عندنا اليوم في العشيه، وغادي نديرو فلوغات فنين وفلوغات مسطين مع عبد الغفور، وغنوضوها غنخرجوا من السونتر وندورو في مراكش. كنتمنى ان الفيديو يكون جا خفيف على قلبكم ويكون نال اعجابكم. ما تنساوش انكم تابوناو في لاشين، كذلك في الانستغرام ديالي اللي غنخليه لكم هنا، وفي لاشين ديال عبد الغفور اللي غتشوفوه معايا اليوم ان شاء الله، او بالاحرى غدا. يعني انا غادي نصور اليوم ولكن نتوما ما غادي تشوفوه حتى الغدا. اذا غنخلي لكم لاشين ديالو حتى هو هنا في صندوق الوصف، بليز دخلوا تابوناو عنده باش ان شاء الله ملي يحط غدا ولا بعدو فيديو ديالي انا وياه ومجدة تكونوا اصلا ابونين عنده باش توصلكم النوتيفيكاسيون ديالو. بيزو كنبغيكم بزاف.